عشان عيد ميلادي النهارده. اه والله روق عليا كده في عيد ميلادي بلايك للفيديو، ما تطنش بقى زي كل مره والكلام ده، عيب والله. ده اقل دعم المجهود اللي بيتعمل. عايزين نوصل الفيديو ده ل 2313 لايك. ازيك ابو اتجننت خلاص يا جدعان، ازاي جالهم قلب اصلا يحط معالج فئه رائده جبار موبايل فئه متوسطه؟ ده تحس موبايل شاومي يقسم بالله مش ابو، واصلا ابو عايشين فيها الدور اصلا من زمان اللي هو ابل في نفسهم، والطبيعي ان هاتف ابو بالتارجت اكتر الجنس اللطيف الفتيات والسيدات وكده، وده على لسانهم هم سعادتك، عشان كده بيركزوا على كل حاجه في الموبايل تقريبا ما عدا المعالج والاداء، مع انه اهم حاجه. فاكرين لما كانوا معلقين قبل كده على سناب دراجون 720 جي؟ دلوقتي الحمد لله خلاص العقد اتفكت بتاعتهم، وانا نفسي مش مصدق اني جاي اقول لك النهارده ان سلسله الرينو من ابل المره دي جايه باقوى معالج فلاكشيب من ميديا تك التايوانيه. تحس ان هم ما كانوش في وعيهم لما نزلوا الموبايل ده. هل ده بقى بسبب ان الفتره الاخيره ايه بداوا يخسروا من الماركت شير شويه للشركات التانيه اللي بتقدم قيمه مقابل سعر وعلى راسهم شاومي، ولا ايه الكلام بالظبط؟ حلقه النهارده عن موبايل ابل رينو 8 5G، موبايل بيقدم عتاد جبار وبسعر مش معقول مقارنه بالهواتف التانيه اللي بتنزل قبل كده من ابل، ومرشح جدا انه يجي مصر الفتره اللي جايه على طول اول ما الدنيا تستقر بس يا دوب. سلسلة رينو بعدها رقم، ودي تعتبر السلسلة الرئيسية اللي في مصر دلوقتي. في الفيديو ده هقول لك كل العيوب والمميزات والسعر والنسخ بتاعت ابو رينو 8، كله بقى في البرفكتو من غير اي نوع من التطبيل، واحنا هنا في القناة انت عارف دايما في صفك انت. بس قبل ما اتعمق اكتر من كده ما تنساش تعمل اشتراك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما تفوتكش اي فيديو عظيم انزله، وما تنساش دايما منور بلايك للفيديو. بالنسبة لمحتويات علبة ابو رينو 8 عشان يبقى عندك بقى ايه تصور كامل كده عن الموبايل يا جدعان، اول ما بتفتح العلبة بيكون في الظرف الكرتون اللي بيكون جواه الورق اللطيف اللي ملوش لازمه، والجراب الشفاف اللي هو هنا محترم جدا بيمشيك لحد ما تجيب جراب تاني على ذوقك، ودبوس بردك السيم تري واللي هو شكله هنا مميز يا جدعان عن الشكل التقليدي، وتحت منه بنلاقي ابو رينو 8 نفسه، وبعد كده ادابتر الشحن العظيم ال 80 واط في العلبه معاك بنفس السرعه، حاجه بيرفكتو قوي. كيبل اللي هو من نوع تايب سي وبس، مفيش حاجه تانية في العلبه. ابو انا ملاحظ ان هم مش عاجبهم شكل العلبه، وقت ليه مطولوها صغروها عمالين بيغيروا في العلبه، المهم مش العلبه يا ابو، المهم اللي جوه العلبه. بالنسبه بقى ايه للسلبيات او العيوب او الحاجات كده اللي قفلتني شويه، اول حاجه مفيش سماعه في العلبه، ليه يعني لو في سماعه في العلبه مفيش مكان اصلا تحط فيه سماعه. تاني حاجه مفيش منفذ 3.5 ملم وده مهم جدا لموبايل فئه متوسطه. وثالث حاجه مفيش امكانيه تركب اس دي كارد بعدين لو المساحه اتملت، ومفيش تثبيت بصري في الموبايل ده مع ان اب مشهوره بالتركيز على الكاميرا. واخر حاجه مفيش دعم لحاجه مهمه جدا زي ستيريو سبيكرز او الصوت المحيطي. بالنسبه للديزاين والخامات يا جدعان مفيش شك ان اب بتاخد منهم دايما اشيك موبايل وانت مغمض عينيك، برغم ان اوقات كتير بيكون التصميم اصلا يعني رخيص شويه بولي كاربونيت او بلاستيك يعني مش ازاز، بس فلسفه التصميم بتضيف ايه بقى؟ الشعور بتاع الفخامه للموبايل، لان اعمل بلاستيك ليه مميزات ان هو مش بيتزحلق بسهوله ومش بيبصم برضه بشكل كبير زي الازاز، الازاز مغناطيس بصمات، وبرضه بيكون بارم معاك عشان يمتص الصدمه او الوقعه، وبالتالي بيقلل حده الوقعه على الاجزاء الداخليه بعكس الازاز خالص اللي بيدغدغ من اول وقعه. بس برضو من اهم عيوبه يا جدعان انه بيفتقر للشعور البريميوم في مسكه الايد، ودي حاجه الشياكه لوحدها ما تنفعش. الموبايل هنا وزنه خفيف جدا 179 جرام بس، والسمك بتاعه برضو كويس 7.7 ملم، ودي الحته بقى بتاعت ابو ازاي تخلي الموبايل مسكته احسن وشكله راقي، وبيجي برضو بالترند الجديد في الديزاين دلوقتي وهو الفلات ديزاين او اللي هو الحواف اللي يعني من غير انحناءات، ودي مستوحاه من الايفون وبقى ترند خلاص دلوقتي. 90% من الموبايلات الجديده دلوقتي فلات خلاص من اي شركه، كله بيقلب بعضه، والديزاين برده هنا مط شويه يعني لما نعكس عليه الضوء بيدي انعكاس بسيط كده وشكله جامد جدا بصراحه. لو بصينا في ظهر ابو رينو 8 بنلاقي ثلاث كاميرات في الظهر، عدستين كوار وجنبهم عدسه صغيره والفلاش، والمستطيل اللي فيه الكاميرات كده بارز شويه كده ومدمج او سموز قوي كده مع الظهر بتاع الموبايل. في موبايلات ثانيه بنلاقي مطبات في ظهر الموبايل، وتحت في ظهر الموبايل على اليمين في شعار ابو. لو بصينا بقى من الجهه الاماميه في ابو رينو 8 بنلاقي شاشة حجمها اصغر من المتوسط وفيها خرم او ثقب عشان الكاميرا الاماميه. في حاجه الحقيقه مش عجباني هنا يا جدعان، وهنا ان البيزل هنا كبيره شويتين يا ابو، وكان ممكن تكون احسن من كده وخاصه الشين السفليه. لو بصينا في الجهه اليمين بنلاقي زرار الباور واللي هو مميز هنا باكسن كلر اللي هو لونه اخضر، وده طبعا اللون المميز بتاع البراند بتاعهم. وزرار الباور هنا عادي جدا من غير فينجر برنت او اي حاجه عشان فينجر برنت موجود في الشاشه اوبتيكال سنسور، وانتم عارفين يا جدعان اني مش بفضل بصمه الشاشه، وكان الافضل لو كانت بصمه في الجنب كانت هتبقى اسرع وأحسن
احسن من ناحيه الاعتماديه، والجهه الشمال من فريم ابورينو 8 في زراير الصوت بس، ولو بصينا في الجهه السفليه من فريم ابورينو 8 بنلاقي السبيكر الوحيد، وحيد جدا. ليه ابو كده؟ ليه ما فيش ستيريو سبيكرز؟ حرام عليكم، حتى الموبايلات الاقتصاديه دلوقتي معظمها خلاص بقت بتنزل بالستيريو سبيكرز. وانا كمحمد نوار لا ما اشتريش موبايل بصراحه مخصوص عشان مش بيدعم ستيريو سبيكرز. الصوت الاحادي مش حلو خالص، ربنا خلينا بايه، بودنين. جنب منه هنا بنلاقي منفذ الشحن التايب سي ومايك المكالمات ودرج الخط او سنتري، واللي بيتيح لك هنا انك تركب خطين، وللاسف مفيش مكان لكارت ميموري خارجي. وعلى الجانب العلوي من فريم ابورينو 8 في الاكتيف نويز كانسليشن او اللي هو المايك الثاني بتاع عزل الضجيج اثناء المكالمه، مايك رايق قوي ده. ابورينو 8 هنا ما عنديش اي مشكله معاه من ناحيه الديزاين او حتى الخامه، وبصراحه يستحق لقب اشيك موبايل في الفئه المتوسطه. حاجه ثانيه برضو يا جدعان، مميزات هواتف ابو بعد الديزاين طبعا هو الشاشه، والشاشه هنا خلي بالك حاجه مهمه قوي عشان دي اللي بتتفاعل معاها اصلا طول الوقت، وتعتبر اكبر واهم مكون في اي موبايل. شاشه ابورينو 8 هنا من نوع اكتيف ماتريكس اورجانيك ليد او اللي هي بانل اميليد يعني، وكان نفسي بصراحه لو كان بانل سوبر اميليد. ليه مش سوبر اميليد؟ من صناعه العملاقه سامسونج. بس عامه ابو ايه بتستنضف في حته الشاشه برضه. الشركات المنافسه عاده بيقدموا ريفرش ريت 120 هرتز، وانا اكتفيت ب 90. قال لك لا يا عم 90 هرتز حلو قوي عليك، ده معدل تحديث الشاشه، وده معناه ان الشاشه بتحدث المحتوى المعروض اب تو 90 مره في الثانيه الواحده، واعتبر اسرع 50% من الشاشات العاديه 60 هرتز يا جدعان. ودايما التحديث العالي بيجي بتكلفه واستهلاك اكبر لطاقه البطاريه. بيكون في اختيار بقى من الاعدادات لو عايز ترجع 60 هرتز مره ثانيه. وسطوع الشاشه هنا بصراحه كويس بس مش افضل حاجه يعني 430 نتس يعني، وبيعمل بيك بيوصل لحد 800 نتس لو سايب السوفت وير يتحكم بقى في الصداع وانت بره البيت. موبايلات ابو عاده بتركز على فئه البنات، فبيقدم موبايل اصغر شويه، وده اللي حاصل هنا. حجم الشاشه هنا 6.4 بوصه بس، وده واحد من اصغر احجام الشاشات دلوقتي في 2022. بقول لك انت عملت لايك؟ لا مش باين على وشك. ما عملتش لايك صدقني، يلا لايك بسرعه وكلنا مستنيينك. يلا عملت لايك؟ عملت خلاص كده بيروح النار. يلا نكمل. وعشان بقى ايه يوفروا حمايه اضافيه يا جدعان للشاشه هنا، لان البانل قبل طبعا تكلفه تغييرها عاليه مقارنه بالشاشات الايه الاي بي اس ال سي دي، فدعموها هنا بازاز حمايه من شركه كورنينج الامريكيه غوريلا جلاس الاصدار الخامس. مش احدث اصدار بس يعني يعتبر كويس قوي بالنسبه للفئه السعريه. وعشان ده بانل اميليد فبيقدم هنا تجربه مشاهده ممتازه في بقى ايه الفيديوهات والافلام والمسلسلات وبتاع، وحاجه روقان يعني. الوان ازيد بقى، كونتراست عالي عشان الفرق بين اللون الابيض واللون الاسود، وجزء كمان اللي هو بيكون اسود من اي صوره بتبقى حرفيا بيكسلز مطفيه، جزء من الشاشه مطفي مش شغال. ايوه لان البانل الاميليد كل بيكسلز في الشاشه قادر على انه ينور نفسه، مش محتاج طبقه اضاءه، وبالتالي بيوفر في البطاريه. بيقدم برضو ايه فخامه كبيره في حاجه زي الدارك مود. تقدر الشاشه هنا يا جدعان فول اتش دي بلس 1080 في 2400 بيكسلز، وكثافه بيكسلز او بي بي اي او بيكسلز بير انش 411 بي بي اي، وده ازيد من الموبايلات الثانيه عشان حجم الشاشه الاصغر بتاع ابورينو 8 هنا بيديله الافضليه. لو انت بتحب الالوان الفاقعه شويه فاكيد البانل اميليد ممتاز ليك، وابورينو 8 هيكون مناسب جدا بالنسبه لك. والشاشه هنا براي تعتبر كويسه، وان كان يفضل لو كانت 120 هرتز، ومن صناعه سامسونج بقى بالمره او ال جي. زي ما اي كائن كده بيكون ليه مخ يا جدعان، في الموبايل كمان ليه مخ، او اهم حاجه فيه واللي هو بيتحكم في كل حاجه في الاجزاء الثانيه اول ما بتفتح الموبايل لحد اي حاجه بتعملها على الموبايل، وهو المعالج او الاس او سي سيستم اون تشيب يا جدعان. وهنا بقى الانبهار كله، ابورينو 8 بيقدم لك معالج من الشركه التايوانيه ميديا تك ديمنسيتي 1300. واضح الصرف باين يا اب، وكان ايدهم فرطه شويتين معانا يا جدعان في الموبايل ده. ده معالج حديث ومبني على معماريه مميزه 6 نانومتر، يعني بيوفر في البطاريه وكمان بينتج سخونيه اقل بدون اي تضحيات في الاداء. عشان المعالج ده مكون من 8 انويه نواه بسرعه 3 جيجا هرتز، وثلاث انويه للمهام الفائقه بسرعه 2.6 جيجا هرتز، والاربع انويه الباقيين بسرعه 2 جيجا هرتز. ودول بقى للمهام العاديه، ودي تقسيمه اسمها بيج ليدل لتوفير البطاريه. الموبايل هنا يا جدعان نينجا في الالعاب، واكيد الجيمرز المحترفين عارفين تقلل الدقه احسن في الجيمز وترفع الاف بي اس عشان تستفيد بالسلاسه الاكبر. مع ابورينو 8 هنا هتلعب ببجي على اكستريم فريم ريت لو عملت الدقه على سموز، وكول اوف ديوتي على اعلى اعدادات فيري هاي وماكس فريم ريت. ده بقى من اتقل الالعاب زي جنجن امباكت هتقدر تلعبها على هاي على اعدادات عاليه. وخلي بالك مش اي موبايل اصلا بيعرف يهندل اللعبه دي بالجرافيك كويس ده من غير بقى ما يكون في ايه تقطيع او تنتيش اثناء اللعب. والمعالج ده بيقارن مع سناب دراجون 888، طبعا سناب دراجون 888 اجمد منه، بس دي منستي 1300 في مواجهته على طول. وابو في الايفنت قالوا ايه ان هم طوروا هنا نظام تبريد
الموبايل، قال لك بقى ايه طبقات جرافيت ودلع وبتاع عشان الموبايل يبقى اقل في السخونيه بحوالي 45%. وانا مش مصدق يا جدعان والله، وانا بقول ان اخيرا موبايل من ابو يعتمد عليه جدا في الجيمز. واصلا قبل كده كان فكره موبايل يعني فئه متوسطه للجيمرز من ابو حاجه اقرب للخيال، عشان ما بين بقى العتاد الضعيف والسعر الخزعبلي كنا بنضيع احنا في النص. وحاجه من الحاجات اللي ليها دور كبير في الاداء الجبار بتاع ابو رينو 8 في الالعاب هو ايه؟ هو المعالج الرسومي، اللي هو بيساند بقى المعالج الرئيسي واللي هو هنا مالي جي 77 ام سي 9، معالج رسومي متقدم جدا وبصراحه عاش اب. ويريت بقى الفتره اللي جايه يكون فيه اهتمام اكبر بالمعالج ونخف شويه من القيمه مقابل الضحك، حرام كفايه. وعشان الاداء ما بيكملش ابدا من غير بطاريه قويه تدعم الاداء ده، وعشان كده ابو رينو 8 بيقدم لك بطاريه متوسطه 4500 ملي امبير. وكنا قلنا لما تلاقي البطاريه اقل من 5000 ملي امبير ده اغلب الوقت بيكون الشركه ايه ضايفه شحن سريع جدا، عشان كل ما البطاريه تكون ساعتها اقل كل ما تشحن اسرع. وفعلا ده اللي حصل هنا، 50% في 11 دقيقه بس، وبطاريه كامله في 28 دقيقه يا جدعان بطل، بفضل طبعا سرعه الشحن الجباره 80 واط. وبيني وبينكم كده، مع اني مبهور من التطور الكبير الفتره اللي فاتت في سرعات الشحن، الا اني برضو قلقان من ناحيه السخونيه، عشان سرعات الشحن الكبيره دي ما بتكونش ايه افضل حاجه للبطاريه على المدى الطويل، عشان برضك حاجه زي الاوفر هيتنج عدو الاجزاء الداخليه، والشركات بيعتمدوا في سرعات الشحن العاليه على تقنيه ان البطاريه بتكون متقسمه لجزئين، كان الموبايل فيه بطاريتين، واحده بتشحن ب 40 والثانيه بتشحن ب 40 والاثنين في نفس الوقت. وعشان ما ينفعش يا جدعان تقول ابو من غير ما تجيب سيره الكاميرات، ابو رينو 8 بيجيب ثلاث كاميرات الاساسيه 50 ميجا بكسل كاميرا دايما، ما بتبقاش برقم الميجا بكسل، خلي بالك في برضك فتح العدسه هنا f1.8، كل ما الرقم ده بقى اقل كل ما بقى احسن، عشان بيكون فتحه العدسه اوسع بالتالي تدخل ضوء اكتر للسنسور ونتائج برضو صور احسن. وده بينطبق على اي كاميرا في الدنيا، انا مثلا دلوقتي بسجل بكاميرا احترافيه ثمنها 30,000 جنيه، ومع كده قدامي كميه ضخمه من الاضاءه عشان اخد نتائج افضل في الفيديو. المهم المميز يا جدعان في العدسه الاساسيه هنا في رينو 8 ان هي وايد 23 ملم. الكاميرا الثانيه برضو هي الترا وايد للكادر الواسع في الصور 8 ميجا بكسل f2.2. واخر عدسه بقى يا جدعان ما بحبهاش العدسه دي 2 ميجا بكسل كرو، ملهاش اي 30 لازمه في الحياه. وكان نفسي لو كان الموبايل ده يجي بابتيكال ايمج ستابلايزيشن او تثبيت بصري، بس المثبت هنا للاسف الكترونيك يعني سوفت وير ومساعده برضه سنسور الجيروسكوب. نتائج الصور تعتبر كويسه والديناميك رينج متظبط في الصور، والدارك مود برضه كويس جدا عامل شغل بالليل. الموبايل بيدعم تسجيل الفيديو لحد 4K 30 فريم في الثانيه، والكاميرا الاماميه 32 ميجا بكسل فتح العدسه f2.4. بالنسبه بقى للسوفت وير، ابو رينو 8 بيجي من العلبه باحدث اندرويد 12، ومبني بقى على واجهه ابو يا جدعان اللي هي كلر او اس 12.1، واحد من افضل السوفت ويرز الموجوده دلوقتي الاندرويد من حيث السلاسه ويعتبر بصراحه يعني محبب لقلبه، وفي اهتمام برضه اكبر منهم في الفتره الاخيره بحاجه زي السكيورتي والبرايفسي. واكيد بقى مش هيواجهك اي مشاكل هنا في الاستخدام على الموبايل ده زي المشاكل اللي كانت بتظهر قبل كده مع سوفت وير شاومي ميو اي، دي كانت مشاكل كارثيه. و90 هرتز هنا بيضيفوا شعور بالسلاسه والسرعه في استخدام الموبايل خاصه في السكرولنج مع السوشيال ميديا بقى وبتاع دلع. وعشان برضه الذاكره الداخليه في الموبايل ده UFS 3.1، دي ميزه موبايلات فلاجشيب بتضيف لك ايه سلاسه الموبايل. ابو رينو 8 متاح بنسختين 8 جرام مع 128 جيجا مساحه داخليه، و8 جرام مع 256 جيجا مساحه داخليه، والموبايل بيجي بلونين، لون اسود ولون ذهبي، وده بيعكس الوان ثانيه كده لما بيجي عليه الضوء. وسعر الموبايل ده يا جدعان قنبله بالنسبه للمعالج الرائد ده وبعض مميزات الفلاج شيب اللي فيه. سعر ابو رينو 8 في الهند $378، ولو حولناهم بالمصري يبقوا 7330 جنيه، سعر ممتاز جدا بالنسبه لاسعار سلسله رينو اللي كانت في السماء قبل كده. موبايل برضك شيك قوي، شاشه كويسه، معالج جبار، شحن صاروخي، فعلا يعني يستحق اكتر من كده كمان. وعشان الناس اللي بتسال في الكومنتس يا جدعان، اول ما يوصل لي معلومات مؤكده عن موعد وصول الموبايل هقول لك اكيد في القناه. انا شايف بصراحه ان ابو لو مشيت في السكه دي هتبقى احسن بكتير من سياسه بقى موبايل باعتاد قليل بقى وقيمه مقابل ضحك وبتاع وكميه صرف رهيبه على الاعلانات. في الاخر المشكله احنا اللي بندفع ثمن الاعلانات المبالغ فيها دي لما بتشتري موبايل. الموبايل لو بمعالج محترم وامكانيات كويسه هو هيبيع نفسه وهيسوق نفسه من غير اي حاجه، من غير اعلانات حتى، زي ما شاومي بتعمل مبيعات ضخمه جدا باقل مصاريف على الاعلانات. وبرده هتكون نجحت ابو ان هي تبقى منافس اشرس في الفئه المتوسطه واللي تعتبر يا جدعان في ذمه الله دلوقتي. قول لي رايك انت كمان في ابو رينو 8 5G، وهل شايف ان ده موبايل يستحق الانتظار ولا لا؟ بقرا كل التعليقات. عندك اي فكره فيديو برده عايز نعملها قول لي في الكومنتس، عايزين موبايل معين نتكلم عليه قول لي برضك في التعليقات، ما تتكسفش الكومنتس بتاعتك. وبس ما تنساش اللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابعني على الانستجرام، الروابط تحت الفيديو. كان معاكم محمد نور، اشوفكم في فيديو رايق جاي. Peace.